هل يصح أن يتناول الكاهن مرتين إذا أقام قداسين في نفس اليوم؟ لابد في التناول يكون صائم، فلما يتناول في أول مرة وبيغسل الصينية والكاس ويشرب مية ما بقاش صائم، فازاي يتناول تاني مرة وهو مش صائم؟ إلا بقى لو كان بعد نص الليل زي أيام العيد، كأننا دخلنا في يوم جديد يعني.